هل أنت بخير؟ يبدو أنك بحاجة إلى فحص السكري في دمك. إبراهيم، الكلام ممنوع، هذا اختبار. لكن أنسة نصيحة تتيح لنا دائماً. أنسة نصيحة في إجازة اليوم، سكوت. مستوى السكري لديك منخفض يا صديقي. إبراهيم، ممنوع الغش. راشد لديه انخفاض في مستوى السكر حضرة المديرة، لم يقم بفحص دمه ولا لمرة واحدة اليوم. كانت أنسة نصيحة تتأكد من قيامه بفحص السكر بانتظام. انقلي الكرسي الآن، يمكن لرشيد التحقق من مستوى الجلوكوز في دمه في الاستراحة. ستتسبب في وقوعنا جميعاً في مشكلة. مساعدة! إنه بحاجة لمراجعة الممرضة أو الطبيب في الحال. هل يمكنك التأكد أن يكون لدى أي معلم بديل نسخة من بطاقة معلومات الطوارئ الخاصة براشد؟ بالطبع، وسأقوم بمراسلة جميع الموظفين. السلامة أفضل من أن تكوني نادمة. أعدك بذلك، لن يحدث هذا الأمر مجدداً. راشد، أدين لك باعتذار شخصي، لقد ارتكبت خطأ جسيماً وأعدك أنه لن يحدث مجدداً. اليوم تم اختباري وفشلت. شكراً لك حضرة المديرة، لكن أود الحصول على فرصة لإعادة هذا الاختبار إذا لم تمانعي. بالطبع راشد، إذن كان لي أن أسأل، أود الحصول على مساعدتكم في وضع سياسة للمدرسة لضمان عدم حدوث هذا الأمر مرة أخرى. نود ذلك، فزوجتي خبيرة في إدارة مرض السكري. شكراً لكم.